هذا اسمه الشيخ عبد القادر الخالدي مع الصقري، وكان كان هنا في وهران، كان ساكن هنا في كان هنا ساكن في وهران. هو اللي يقول نسبي صافي مالكي من مدهبي، وجدودي ظاهرين واسمي في العالم، عبد القادر الخالدي في لقبي مع الصقري صحيح شمي واحد الحشم. هذا حنا بالنسبة لنا هنا في وهران ولا كاع في الجزائر، هذا من أعظم الشعراء، من أعظم الشعراء اللي في الجزائر. ها هو اللي غنى على هذيك بختة، هذه بختة اللي غنى عليها الخالدي. يقول صرا لي كي البهتة منين شفت غزالي بختة، تضوي كل ياقوتة مخالفة الشعراء سخية. هذه اللي يقول نصيب بختة في كاليش، ركبكي امير الجيش والرقبه بالطرنيش، راسي والوجه مرايه منها وبقيت دهيش، ما بقات زعامه فيا. الله يرحمه، كان يبغي هذا المراه بزاف، دار عليها شعر من قصيده، دار عليها بالك 40 قصيده دارها على هذا المراه. هذه كانت شابه من كانت صغيره، كانت شابه هذه هنا على الكبر، هذه على الكبر هذه الصويره هذه. ناس خديجات في الدجا ينتاج، كل متوتي محلي على يا زويجة، أهل خيولات تسراجا ينتاج، وكحيلي صالي فيك دايا وعرجا، أنا قينا يا قينا يا قلولية. من واللي هربوا، والشاعر يقول يا السهيف الله وكثير فيق من الغفله يا ناس، توب واستحسن للقادر لا تسعف شراي النفس. شكون منا كبار وصغار اللي ما حبش بختها، اللي ما سمحهاش، اللي ما دندنش مع الحانها وما حفظش كلامها. هاد الاغنيه اللي ذاع صيتها في الجزائر وخارج الجزائر ووصلت للعالميه، اليوم جينا وين المكان وين التراب اللي تكتبت فيه هاد القصيده في معسكر بالذات. اليوم رانا معنا الشيخ المكي الخالدي ابن اخ امير شعراء البدوي في منطقه الغرب الجزائري، الشيخ عبد القادر الخالدي، صاحب بختة وقصايد كثيره اخرى. الشيخ مرحبا بك. نعم. انت ابن اخ الشيخ عبد القادر الخالدي. نعم. راح تعرفنا على الاسرار اللي احنا ما نعرفوهاش عليه. أوه. كيفاه بدا، شكون المشايخ تاعو؟ هو النهار الاول عبد القادر الخالدي كان ميلي في لارمي، ومن بعد كي جا خرج النيفو تاعه عطاوه اوفيسيت بوليس، وكان يتعلم بالقيطارة في لاكوميسارية. جاو زوج تاع الناس شيوخة كبار عليه، قالوا له يا الشيخ الكلام تاعك تا ما يلقلهش القيطارة، يلقلها القصبة، دورها قبلي. والشيخ تاع الخالدي يقولوا له سطاهر بالمولاي اللي هما حضروا في للخالدي في وقته، كاين الحاج احمد بن قبليه وهذاك مينيس لانتيريور. هذا اللي حضر له وقرا معاه عند سطاهر بن مولاي. وكاين الشيخ الاخر عبد القادر فرحات، الشيخ عبد القادر فرحات العباسي بن عباس نكوتهم فرحات. يقول له ابن الشريف، شريف عبد القادر ابن الشريف العباسي. واللي حضر له مقدم مزيان شاعر كبير ثاني عندنا في معسكر، واللي هما قبل كان بن قنون، هذه نهضر لك في وقت سيد مصطفى بن ابراهيم جايبهم في القصيده مع السكريه الاحرار. يقول لك من بن قنون، بن قنون اللي بسك كنتو معسكر، بحره فاضع ليش ياخذ كل زمان. سي بن عبد الله المشرفي المخنطر، هذا المشرفي منا مع السكري، سي بن عبد الله المشرفي المخنطر، ولد عديده صور من صور البنيان، بونقاب كيش لفغوا الويدان،
هادو قبل الخالدي في وقت مصطفى ابراهيم، هادو في معسكر مع السكرية، هادو الشعراء الاولين اللي كانوا في معسكر. اه جايبهم مصطفى ابراهيم والخالدي اللي هنا الخش، هادو هضري من 1800 و700 هادو، والخالدي هذا زايد هنا في فروحه اللي يقول له كومين سيدي بموسى، ويخرج نكوته من فروحه، وابوه سي محمد الصغير يخرج نكوته من فروحه، تبلد في معسكر المشيخة تاعه، تبلد في معسكر، راح لتيارت يغني في عرس. نهار اللي راح ذاك الغرس، النساء بكري يجوا تراريس على جهه والنساء على جهه، يبرحوا ثاني هما. الخالدي شور من ذاك العرس، نهار اللي شور قعد ديامات هنا، هذه بختها تمسكت به تبعته هنا المعسكر. بكري كان غير التنا، جات اللاقار صابت واحد الانسان يقولوا لها الحاج الحبيب ولد حمداد الله يرحمه مسكين، قالت له تعرف الخالدي؟ قال لها واه خويا وحبيبي وكذا. قالت له بغيتك تجيب لي الخالدي؟ قال لها وصوالحي؟ قالت له روح كون كذا. اطلع رحله في نص نهار، في نص النهار كيروح له صابه ثم طبطب في الدار صابه، شوف هذو قال جايبهم في القصيده يغنيها لكم الحاج علي. ايوا هو الخالدي منين قال لها مرايني راك عارف ما مثقف ماهوش، اداك اللي شمعه وروح الله قال صابها ثم. مع ضمها في يوم جات خليلتي سبغت الجنات، بختق زينة النعات بوجاب الهوارية، وداتها بالجنات بالطبع والمازوزية، بختق عنق العراد زينها ما كسبوها رياض، مطرودة في الوعاد تيقوا بها الحي حياة، مات الجيش الصياد قارية علم الحقوية. بختة قصيدة مكتوبة اللي كتبها الشاعر شريف السي عبد القادر الخالدي، عبد القادر الخالدي اللي كان يتقن ثلاث لغات، اللغة العربية الفرنسية والإسبانية، يعني في 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 داك، لأن احنا بعض المرات نحسبوا باللي الشيوخ ما همش قارين. التغنات بالقصبة والقلال، اليوم خالد على بالكم الشهرة العالمية، وادخلت آلات موسيقية، إلا أن الإيقاع عندما نسمع سعيدة نسمع بختة تقريبا نفس الإيقاع، لوركستراسيون ا شانجي، فيه إدخال آلات موسيقية جديدة مي فيه أرانجمون جديد، خالد يعطيه الصحة دخل عليها أرانجمون جديد، فيه صوت خالد صوت قوي كثير. إلا أن شوف هاد غير باش نقول لك باللي كاين ارتباط، ماشي حاجة يا با د كاز، سي اون كونتينيتي، كاين كونتينيتي اي كونتينيتي بصح الطابع باقي هو. جاية في كديش مرصية كي أمين الجيش، الرقبة كي طرنيش صافية ويد وجه لديه الله، منها واللي تديش ما قاتي زعبي فيها سيرو أول الخالدي لين شغيبته في الدنيا. We'll be right back.
الشعر صعبت بخت في لاقار رسلات ويجي عندي الهدار يعيدي للخبر بالخيار جاني على نص النهار صعبني مهلوك ومضرار بالمحنة والتذكار خاطري عند اللي بي الجنية فيما يخص المنحون أنا نكون صريح قبل ما نولي شاعر كنت براح قبل ما نولي شاعر كنت براح وتقندست على واحد الشيخ قلت لك من المحمدية من باريغو سمو الشيخ محمد ولد المامون الله يرحمه كان أكبر غنائين في الغرب الجزائري برحت مع بالك 50 شيخ ولا 60 شيخ وشيخات الممارسة كل يوم كل يوم كل يوم بسيف ولي الشاعر كتبت واحد القصيدة وهران وانا شاسرة وعرضتها على شعارة هذيك القصيدة عجبتهم أرسم وهران أطهر زمان ينقل سيد الهواري الإشارة في مرجاجه حارو لعيا ينقل من دادا يوم للشرشارة بنتي فاروكي العبر ميسايا كويفانا ومدورة دارة سيدي محمد كوبت الحسايا وكتبت بالخصوص مع التوالي كتبت بزاف للهواري بالشنات كاع القصايد اللي شاع بهم بالشنات أرسام وهران راني مدمر كبير عليا جمنفول وكان سقطوني وكان بكير اللي فات عدة قصائد وكتبت للمازوزي محمد المازوزي كتبت الجنات كتبت للشيخ ابن الياني بن عباس كتبت للشيخ أحمد كتبت للشيخ بوحجر هذو كاع كتبت قصائد ولا نوري لك انا الخزنه راهي معمره كاين بالك 600 قصيده ولا 700 قصيده راهي هنا كاين اللي مازال ما انقالتش كاع